بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون ما زلنا في كتاب العلم وباب فضل العلم. وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث كما قلنا متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل كذا، إلى آخر الحديث. صدر هذا الحديث، هذه الجملة من أول الحديث، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم، وأن الله عز وجل إنما جعل دعامة هذا الدين الذي شرفنا به العلم، فبدون العلم لا يلقى الإنسان إلى شرف التمسك بهذا الدين الذي أمرنا الله وأكرمنا به. أي أن الدين الإسلامي وهو ما أوحى الله به إلى سائر الرسل والأنبياء، كررنا هذا الكلام كثيرا، ليس ثمة دينان أرسلهم الله عز وجل لعباده، إنما هنالك دين واحد ابتعث الله به الرسل والأنبياء، وهذا معنى قوله إن الدين عند الله الإسلام. عند الله، أما عند المخترعين والمدجلين والمخرفين فما أكثر تلك الأديان. هذا الدين الإسلامي الذي شرف الله به عباده لا يصل الإنسان إلى لبه وشرافه إلا عن طريق العلم، ومن ثم فإن العلم في كتاب الله عز وجل مقدس كما تعلمون تقديسا كبيرا، لأنه السلم أو الباب أو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن أوضح الدلائل على ذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى هو الدين، والعلم هو وسيلة الإنسان إلى الهدى. الهدى والعلم، الهدى هو الدين. ليس ثمة في الكون شيء يهدي الإنسان إلى الحقيقة إلا الدين، لكن هذا الدين
السبيل إليه العلم. ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغاية التي هي الدين وبالوسيلة إليها وهي العلم. نعم. إذن العلم مقدس أي تقديس، ولا يبقى الإنسان إلى الدين والتمسك به إلا عن طريق العلم. وهذا الكلام له ذيول كثيرة جدا. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يجعل قلبه مرآة لأوامر الله ولنواهيه، وقال أنا سأصفي فؤادي من الشوائب وأجعل قلبي مرآة ثقيلة، ولا داعي لا إلى علم ولا إلى دراية ولا إلى معرفة شيء من علوم القرآن أو السنة أو العلوم الأخرى التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله، هذا الإنسان يدجل عليه الشيطان أو هو يدجل على نفسه. لا يصل الإنسان إلى حقيقة دين الله، ولا يستطيع أن يعلم أن هذا مما أمر الله به، وهذا مما نهى عنه، وهذا من المبتدع الذي ما ينبغي أن أدنو إليه إلا بميزان. ما هو هذا الميزان؟ العلم. فلو قال قائل لا، يعني إذا أكثرت من ذكر الله وأكثرت من الخلوات وأكثرت من مراقبة الله فإن قلبك يغنيك عن العلم، وتستطيع أن تقول حدثني قلبي عن ربي كذا، هل هذا كلام مقبول؟ هذا كلام مرفوض نهائيا. لا يصل الإنسان إلى الله، إلى الهدى الذي تحدث عنه رسولنا، إلا بمبراس واحد لا ثاني له، ألا وهو المبراس العلم. نعم. بالعلم يصل الإنسان إلى الله عز وجل، وبالعلم يتميز المتمسك بدين الله عن المدجل باسم الدين الذي يزعمه. نعم. هذه الجملة من أول الحديث دلت على هذا المعنى. إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين، الأمر الأول هو الغاية الذي هو الهدى يعني الدين، الأمر الثاني الوسيلة المفتاح لهذه الغاية، والوسيلة إلى ذلك إنما هي العلم. يشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس الذين خاطبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي بعث به إليهم ليوصلهم إلى الهدى، يشبههم بأصناف من الأرض، ثلاثة أصناف. الصنف الأول يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فيقول أصاب أرضا، كمثل ليث مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة الأولى، منها القسم الأول من هذه الأرض طيبة، قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. أطيب نوع من أنواع الأرض هي تلك التي تمتص الماء، تشرب الماء ثم تعطي في مقابل ما شربت الكلى الكثير والثمر الكثير والنبات الذي يفيد الإنسان ويفيد البهائم. هذا أفضل نوع من أنواع الأرض، تحتفظ بالماء وتعطيك من ثمرات الماء أيضا. وكان منها قسم ثاني من الأرض التي نزل فيها الغيث، هي أجادل يعني أرض لا تصلح للاستنبات ولكنها تحتفظ بالماء. نعم. فهذه الأرض الثانية صحيح أنها لم تنبت ولم تمتص هذا الماء لتعطيك من وراء ذلك ثمرا وكذا وعشبا، ولكنها أمسكت الماء فتحولت هذه الأرض إلى حيضان وإلى بحيرات، فنفع الله بها الناس فشربوا الماء وسقوا واستفادوا، صالحة في الجملة. نوع ثالث أرض أيضا
من نوع القيعان كما قال رسول الله، لكنها مستوية، لا تمسك الماء ولا تنبت، ليس فيها خير بأي وجه من الوجوه، فلا هي تمسك الماء سرعان ما ينحسر الماء عنها، ومن ثم لا تصلح أيضا للاستنباط، لا يستفيد منها أحد. الناس تجاه هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهذه الأصناف من الأرض. الصنف الأول أجودها، الصنف الثاني أيضا لا بأس، الصنف الثالث سيء جدا. الصنف الأول يشبه به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من البينات والعلوم والدلائل الكثيرة على دين الله عز وجل، فاحتوى هذه العلوم وعظمها واستقرت في ذهنه وفكره، ثم إنه لم يشتغل هذه العلوم بينه وبين نفسه ليرددها وليحفظها وإلى آخره فقط، لا، وإنما طبقها سلوكا ليصل سلوكه هذا به إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر هذا العلم بين عباد الله عز وجل لينتفعوا به. طبق حقائق هذا العلم على نفسه، ثم نشر هذه الحقائق ونثرها أيضا بين عباد الله سبحانه وتعالى، فكان مثله كمثل هذا القسم الأول من الأرض التي شربت الماء وأنبتت الكلى والعشب والنبات الكثير، فاستفاد الناس بماء تلك الأرض، واستفادوا أيضا من ثمارها وكلائها وعشبها ونحو ذلك. هذه هي الطبقة الأولى من الناس، أقبلوا إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهضموا هذه الحقائق العلمية كلها، أي أنهم تفهموها ثم طبقوها على أنفسهم، ثم إنهم بلغوها الناس أيضا، فكانوا منفذين لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في أحاديث كثيرة. طبعا هذا الصنف الأول الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبتغي بالعلم الذي أقبل إليه فعظمه واستفاد منه وعمل به، لا يقصد به أولئك الذين يجعلون من علوم الدين وسيلة إلى مال، وسيلة إلى دنيا، حرفة يحترفونها ليبلغوا آمالهم وأحلامهم ومقاصدهم الدنيوية المختلفة، لا، هذا ساقط عن الاعتبار نهائيا، لا هو مش يعني يشبه النوع الأول من الأرض ولا النوع الثاني ولا حتى النوع الثالث. هؤلاء أناس يستخدمون دين الله سبحانه وتعالى والعلوم الإسلامية التي تقرب إلى الله من أجل الدنيا، من أجل دنيا يعني يطمعون بها، والدنيا ذات أنواع كثيرة ومعانيها متعددة وفروعها كالشجرة التي لها أقسام كثيرة جدا، منها الدرهم والدينار، منها الرتبة والمناصب، منها الشهرة بين الناس وأن يمتدحه الناس بما قد وصل إليه، هذه كلها من الدنيا. نعم، الحديث عن من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من هدى يعني دين وعلوم توصل إلى هذا الدين، فتعلم ذلك كله وتمثله كما يتمثل الإنسان الطعام الذي يستفيد منه لله عز وجل، ليسترضي الله، ليستنزل رضا الله عز وجل بذلك. نعم.
ثم لم يكتفي بهذا، أقبل إلى الناس يعلمهم ما تعلم ويرشدهم إلى ما أرشده إليه كتاب الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاصدا في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الأول الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شبههم بهذه الأرض التي شربت الماء وأنبتت الكلاء أيضا ليستفيد الناس من ذلك، وهم الذين يدخلون في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله لكن وعمل صالحا، وعمله الصالح دليلا على أنه إنما دعا إلى الله عز وجل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أيها الإخوة في هذا الذي يقوله رسول الله شيئا ينبغي أن لا ننساه لا سيما في هذا العصر: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ما للعموم أداة من أدوات العموم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، دخل فيه القرآن ودخلت فيه أيضا السنة، دخل فيه هذه التعليمات والبيانات التي يجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم فيبينها لأصحابه ويعلمهم إياها، كل ذلك داخلا في هذا الذي عبر عنه رسول الله بكلمة: ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذا ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم به ليس محصورا في القرآن وحده، بل كل ما علمه الناس وبينه للناس وأمرهم به أو نهاهم عنه من شروع لكتاب الله تعالى أو من زيادات على ما جاء في كتاب الله تعالى، كل ذلك داخل في قوله: ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. عندما نتنبه إلى هذا المعنى الذي يتضمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نستطيع أن نتحرر من دجل المدجلين في هذا العصر، أولئك الذين يؤدون خدمة جلة لأعداء دينكم بأجر يأخذونه قل أو كثر. نعم، تستطيعون أن تتحرروا من هذا الدجل وأن تترفعوا عليه، وأن لا يعني يلفت هذا الكلام القذر الذي هو أشبه بقمامة الأرض، لا يلفت نظر أي إنسان منكم مهما بلغت معارفه من الضحالة والضآلة. طبعا هذا الكلام يروج له في هذا العصر كثيرا كثيرا. نعم، كل شهرين ثلاثة يخرج علينا باحثا، نعم، يلبس مسوح الدين ويتظاهر بالغيرة على الإسلام ليقول إن القرآن هو المصدر الأوحد للدين، فعلينا أن نأخذ القرآن وأن نترك ما عدا. ما عدا ماذا يعني؟ السنة. طبعا هذا الكلام لا ينطلي حتى على الحمقى، لا ينطلي بشكل من الأشكال. وهؤلاء المدجلون يستحمقون الناس قبل أن يتهموهم بسوء الدين. من الذي يصدق هذا الكلام؟ نعم، طبعا هؤلاء لا يريدون كما يعني يوهمون، لا يريدون أن نتمسك بالقرآن وأن نطبقه وأن نعتصره وأن لننفذ أحكامه أبدا. لا لا، هم أكثر عداوة للقرآن من عداوتهم لسنة رسول الله، لكن كيف السبيل إلى أن يبعد الناس عن القرآن؟ بأن يبعدوهم عن حسن القرآن. وحسن القرآن ما هو؟
سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب قل لهم أين إذن أنت من كلام رسول الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وهذا الذي بعث به رسول الله من الهدى والعلم عام يشمل كل ما خاطب به أصحابه والذين سيأتون من بعده. نعم، هذا الكلام يشمل كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإياكم أن تلتفتوا يوم الالتفات إلى هؤلاء الدجاجلة، وطبعا كثيرون هم الذين يعني يسألونني ويسألون غيري لماذا لا تردون على هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يلاحقوننا بالرد عليهم أحد فريقين، إما أنهم في الحقيقة وواقع الأمر من أنصار أولئك الدجالين، فهم يبحثون عن سبيل لترويج بضاعتهم الفاسدة. وكيف يكون ترويج بضاعتهم؟ بأن يأتي إنسان مثلي ومثل فلان وفلان فيكتب الردود عليهم فتنتشر أقوالهم بين الناس فيلتفتوا إليها. هذا خطأ. إما أن يكون هؤلاء مروجين لهؤلاء الدجاجلة مبعوثين إلينا ليحملونا على هذا، وإما أنهم يعني سذج مغفلون. لا، هل مثل هذا الكلام التافه الذي هو من قمامة الفكر ما ينبغي أن يحفل به الإنسان؟ خير رد عليه أن يجعله الإنسان تحت مواطئ أقدامه، هذا هو الرد. نعم، وأنا أذكر في هذا حادثة لعلي مرة حدثتكم عنها. رجلا ألف كتابا من يعني الذين كانوا يبحثون ويكتبون في مصر، ألف كتابا وقصد أن ينال به شهرة كالشهرة التي نالها يوم ما طه حسين عندما ألف كتابه عن الشعر الجاهلي. ذكر في هذا الكتاب كلاما ساقطا لا يحفر به عقل ولا يقبله علم. ذكر فيه أن كل القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل هي عبارة عن أمثلة وهمية لا حقيقة لها. فقصص القرآن كلها عبارة عن يعني تشبيهات وأمثلة وأمثال ليس لها في أرض الواقع من حقيقة أبدا، كل القصص هكذا. وطبع كتابه هذا وأرسله هدايا إلى كل من توسم فيه ثروة على هذا الكتاب وإمكانا للرد عليه، ليروج بذلك لنفسه. من جملة من أهدى إليهم هذا الكتاب هذا الإنسان الذي لا نذكر اسمه، توفي الآن، علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. نعم، وهو أيضا توفي كما تعلمون منذ حين. أرسل إليه نسخة من كتابه هذا الساقط هدية. بعد حين اتصل به مؤلف هذا الكتاب يقول له هل قرأت هذا الكتاب؟ قال طلعت له وعرفت ما فيه. قال يعني ما رأيك فيه؟ فقال له الكلام لا أريد أن أذكره لكم، يعبر به عن أنه كتاب ساقط هو أحط من قمامة الأرض. فقال إذا ينبغي أن ترد، يعني واجبك شرعا هو أن ترد. لم يرد عليه الطنطاوي رحمه الله تعالى. بعد حين عاد يتصل به ويقول له إنني أذكرك بواجب يكلفك الله عز وجل به، ما دمت ترى أن كتابي هذا فيه من السقطات ما ينبغي أن يحضره الناس ينبغي أن ترد عليه. فقال له اسمع يا أبا، مهما حاولت لم أقذر قلمي بكلمة واحدة في الرد على هذا الذي كتبت، فاذهب
أن تجد أملا في هذا الذي تطلبه مني. هذا هو النهج السليم. لذلك أقول للإخوة الذين يعثرون على كتابات مخالفة لدين الله، تحولوا عنها وأعرضوا عنها، نعم، وتنازعوها وألقوها وراءكم ظهريا، هذا خير رد على هذا. هؤلاء أناس موظفون، عملاء بكل معنى الكلمة. وإذا عز عليكم أن تعرفوا الدليل على عمالة هؤلاء، ما الدليل على أنهم عملاء وليسوا باحثين صادقين؟ انظروا إلى سلوكهم، تأملوا في سلوك واحد منهم، تجدوا أنه لا يلتفت إلى قبلة، ولا يحرم الحرام، ولا يخضع نفسه لواجب أمر الله عز وجل به. انظروا إلى أحوالهم، تجدونهم بعيدين متفلتين غير ملتزمين بشيء من أوامر الله. أليس هذا كافيا؟ الذي يكتب في الإسلام ويتحدث عن الإسلام ويريد أن يجدد الإسلام ويطور الإسلام ينبغي أن يكون مسلما، وأول دلائل الإسلام أن يصلي صلاة الخمس في أوقاتها، وأن يلتزم بما أمر الله، وأن يبتعد عما نهى الله مما هو موجود في القرآن على كل ما. فأنت بوسعك أن تعلم غموضية هؤلاء وعمالتهم من خلال هذا الذي أقوله لك. نعم. وإن صلى الواحد منهم جهرا كيوم الجمعة أمام الناس فمن أجل أن يغطي واقعه، لكن تتبعه ولاحظ واقعه تجد أنه بعيد عن الالتزام بدين الله عز وجل. إذا هذه هي الطبقة الأولى من عباد الله عز وجل، والمفروض من المسلم أن يشد نفسه ليبقى إلى درجتهم. أولا أن يتعلم ليصبح كالأرض التي شربت هذا الماء. مسلم ولا يتعلم دينه كتلك الأرض التي لم تنزل ماء. لا بد من أن يتعلم الإنسان أقل المراتب ضروريات دينه، لا بد له من ذلك. فإن أسعفته الأوقات وأسعفه الظرف فليزد من معلوماته وليوسع معلوماته الإسلامية لكي يكون من هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يسعفه الظرف ولم يتسع معه الوقت والزمن، فأقل ما ينبغي أن يتعلم الأوليات التي لا بد أن يحتضنها عقيدة في فكره ثم في قلبه من عقائد الإسلام، وينبغي أن يتعرف عليها وأن يتبينها وأن يدرك دلائلها، بحيث لا يستطيع تشكيك الشاكين أن يزلزل شيئا من معلوماته هذه إطلاقا. هذا هو الفريق الأول. وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة الأولى من الأرض، وكان منها أجادب الأرض المجدبة التي لا تصلح للاستنبات، أرض جيرية ليست طينية، نعم لا تصلح للاستنبات، إذا هي من الأجادب لكنها تمسك الماء، فيتجمع فيها الماء حيضانا وحيرات نحو ذلك، ويستفيد الناس منها. هذه طبقة ثانية من المسلمين يشبهها الله سبحانه وتعالى بهذا الصنف، أناس أمكن الله سبحانه وتعالى الواحد منهم أن يتعلم الكثير من دين الله عز وجل، وأن يتعلم الكثير من المعارف، ولم يستغل معارفه هذه ليدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان استفاد الناس على كل من العلوم التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، لكنه ليس في المرتبة الأولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطائفة الأولى من الناس. أناس ينشرون العلوم والمعارف هنا وهناك، لكنك تنظر إلى واقعهم فلا تجد
ثم أن واقعهم مراة لهذه العلوم التي ينشرونها وينثرونها، يعلمون الناس ويتحدثون عن العبودية، لكن تنظر إلى حظهم من العبودية فتجد أنه حظ قليل. يتحدثون عن سبل الوصول إلى الله وسلوك سبل التزكية، تزكية القلب، وتنظر إلى الواحد منهم فتجد أنه مستغرق في دنياه، في أعماله، تجاراته، صناعته، شؤونه، إلى آخر ما هنالك. هذه الطبقة موجودة وهي دون الأولى، ولكن ما دامت الناس يستفيدون منها فلهم أجرا إن صلحت نياتهم وإن قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نحن كثيرا ما نجد في رحلاتنا، في أسفارنا، في مؤتمراتنا، وناسا ينشطون في الواقع في أعمال الدعوة إلى الله وتعليم الناس وبث العلوم، تاريخ وما إلى ذلك، لكن تنظر إلى الواحد منهم لا تجد أن له حظا من القيام في الأسحار، لا تجد لا أن له حظا من العبادة بمعناها التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تجد أنه يؤدي الواجبات التي أمره الله عز وجل بها، وكيف يؤديها؟ يؤديها دون نشاط، يؤديها مع شيء من الملل، يعني ينتظر حتى إذا رأى أن وقت الصلاة كاد أن يخرج قام فصلى مسرعا يسابق الوقت. نعم، أن لا تخرج الصلاة قبل أن يؤديها. هؤلاء قد يكون أعمالهم يعني لله سبحانه وتعالى، وربما كانوا غيارا على دين الله عز وجل، لكنهم عندما يريدون أن ينفذوا هذه الأشياء في حق أنفسهم يجدون كثيرا من التثاقل، يجدون كثيرا من الأشياء التي تقطعهم. طبعا في سبب، هؤلاء هم كالأرض الثانية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كلكم يعلم أن هنالك من يحمسون الناس ويخطبون ويتكلمون ويؤلفون ويستثيرون عواطف الناس للتمسك بأوامر الله عز وجل والترفع عن الدنايا والابتعاد عن السبل التي يفتحها جنود الشيطان لهم ذات اليمين وذات اليسار، فهذا شيء جيد، لكن ننظر إلى واقع الواحد منهم فنجده مقصرا في حق نفسه. وكثيرا ما ربما يقول أحدنا لواحد من هؤلاء يا أخي طيب أين أنت من نفسك؟ لماذا لا تنفذ هذا الذي تقول؟ فيكون عذر الواحد منهم أنه نذر وقته كله لدعوة الآخرين إلى الله عز وجل. يعني صحيح أنه لا يقوم الليل، لكن يسهر يا أخي قسم كبير من الليل، يؤلف، يكتب، يدعو إلى الله، يعني يدرس، نعم، فلا يبقى له من الوقت إلا ما ينبغي أن يعود به إلى نفسه من الرقاد، ومن ثم فليس له هذا الحظ الذي للآخرين. نعم، طيب، لماذا لا تشهد الجماعات؟ لماذا لا يعني تذكر الله كثيرا؟ لماذا لا تتبع مجالس الذكر؟ يقول أنا مشغول بالتأليف، أنا مشغول بالتدريس، أنا مشغول بهذه الأمور التي بالدعوة إلى الله عز وجل. أنا لا أتهم هؤلاء بالرياء، لكن أقول هذا خطأ، والدليل على ذلك أن هؤلاء يصنفون في الفريق الثاني ولا يبقون إلى مستوى الفريق الأول. طيب يا أخي صحيح، لكن لكي يكون كلامك نافذا إلى أفئدة الناس، لكي تكون كلماتك نورانية وذات حرارة كالنار، لابد أن تستوقد على كلماتك، تستوقد عليها من مشاعر عبوديتك وتقدمك إلى الله، ثم تتجه إلى الناس، وعندئذ يكون لكلامك تأثير كبير. نعم، خطبة الجمعة من أخطر مواقف الدعوة إلى الله عز وجل، عرف ذلك من عرف جاهله من جاهل. الذي يصعد هذا المنبر يوم الجمعة ليخطب يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلال هذه الدقائق طالت
نعم يقف في موقف رسول الله وينوب عن رسول الله في حديثه للناس. طيب كيف استطيع ان املا فراغا ملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لابد لكي اكون اهلا لهذه الخلافه عن رسول الله في هذه الدقائق ان اهيئ نفسي لهذه الدقائق. كيف اهيئ نفسي لهذه الدقائق؟ قلت كما ينبغي ان اطهر قلبي من السخائر، اتوب الى الله سبحانه وتعالى، اجدد التوبه، استغفر الله كثيرا، اقرا ما تيسر من كتاب الله عز وجل اكثر من العادي. نعم اقوم من الليل اصلي استغفر الله ادعوه في السجود، نعم وفي الصباح كذلك، واملا ما بين الفجر ووقت الظهر تبتلا دعاء عباده حتى اهيئ قلبي لهذا العمل الذي انوب فيه مناب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يمكن ان يقبل الله عز وجل مني هذا العمل كنيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما لو انني نعم استغرقت في ملهياتي ومنسياتي واعمالي من الفجر، لا بل من يوم الخميس الى ان اتي الى المسجد فاصعد المنبر، لن تجد الاذان طربا لكلماتي، ولن تجد القلوب تاثرا ايضا لكلماتي، حتى ولو كنت مخلصا، قد اكون مخلصا لوجه الله، لكن لابد من ان تبدا بنفسك اولا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اوعز الى بعض الصالحين في وقته ان ينبه الناس، وكان خطيبا جمعه وكان من كبار العلماء، ان ينبه الناس الى ضروره عتق الرقاب، ان يبشر بعتق الرقاب. كان حينئذ الرقاب كثيره بسبب الحروب والاسرى ونحو ذلك. مضى اسبوع اسبوعين ثلاثه اسابيع اربعه اسابيع لم نتحدث في هذا الموضوع قط. اخيرا بعد شهر او شهر ونصف تقريبا، لا اذكر، تحدث ونبه الناس الى هذا ودعاهم الى ذلك. فساله سيدنا عمر قال طيب لماذا تاخرت في استجابه ما قد طلبته منك، انسيت؟ قال لا يا امير المؤمنين، ولكن عز علي ان اطلب من الناس شيئا لم افعله انا. كيف اقول لهم اعتق الرقاب واعتق الرقاب وانا لم افعل ذلك؟ انتظرت حتى امكنتني الفرصه وتيسر لدي من المال ما امكنني ان اشتري به بعض الرقاب واعتقها، عندئذ جرأت على ان اتكلم في هذا الموضوع وان انبه الناس الى هذا الامر. كلنا ينبغي ان نكون كهذا الرجل. نعم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنف هذه الفئه ايضا في الفئات الصالحه، الدعوه الى الله عز وجل على كل مفيده تفيد صاحبها، لكن هي ليست كالطائفه الاولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ان هذا يشترك فيه الاخلاص لوجه الله عز وجل. اما الفئه الثالثه فهي عباره عن قيعان ارض مستويه لا تمسك الماء ولا تنبت الغلاء، الماء ينحسر عنها ومن ثم لا كلها ايضا. هذا مثل الانسان الذي يسمع كلام الله عز وجل ويشير باذنه عنه ويعرض عنه. هذا القسم الثالث سنعود اليه ان شاء الله بشيء من التفصيل والبيان. نعم اظن ان الوقت قد ادركنا، لكن نختم درسنا كالعاده بالدعاء. نحن لا نملك الا الدعاء ايها الاخوه، لا نملك الا الدعاء. اقول هذا جوابا عن اسئله تتكرر على سمعي، اليس الجهاد واجبا علينا؟ كيف يعني نسلك سبيل الجهاد في هذا الوقت؟ كيف؟ نعم، وانا اعلم ان هؤلاء السائلين اكثرهم، بل اقول ربما كلهم، متحرقون صادقون، ولو فتحت امامهم ما بينهم وبين هذا العدو ابواب الجهاد لم قبلوا ولقاتلوا وقتلوا وهم سعداء بذلك، اعلم هذا، لكن هذه الابواب غير مفتحه في الواقع، لكن هنالك ابواب اخرى مفتحه.
وأنبه إليها وأبينها وأذكرها على كل المستويات، وأنتم مكلفون بتنبيه الناس إليها وبأن تكونوا أنتم أنفسكم جنودا لتنفيذها. ما هو هذا الباب الذي هو من أهم أبواب الجهاد؟ طبعا بعد الجهاد القتالي، مقاطعة البضائع الأمريكية على كل المستويات، أنتم تقاطعونها، وعلى كل منكم أن يجعل من نفسه بوقا وسيلة إعلام ذات اليمين وذات الشمال، ينبه إخوانه كلهم إلى هذا. كل البضائع الأمريكية، هذا جهاد، جهاد كبير هذا. وإذا نجحتم في هذا العمل الجهادي فسيقرب هذا الجهاد العظيم العمود الفقري الاقتصادي لأمريكا، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، وإلى الآن تتنبه إلى هذا وتعيش حيث بيس. فإذا كان حكامكم متفرقين متدابرين ليست لديهم من الجرأة التي ينزلون فيها عالم إسرائيل الذي يقذر بلدانهم، فأنتم يا شعوب العالم الإسلامي بيسركم أن تضربوا المثل بالاتحاد والتضامن. شبكة مقاطعة البضائع الأمريكية شبكة فعالة، وإخوانكم في البلاد العربية الأخرى يمارسون هذا الواجب ويؤدون هذا الواجب على خير وجه. فكونوا أنتم في سوريا المثل الأعلى لهذا الأمر. كل أنواع البضائع، لا سيما الدخان، لا سيما الدخان. هل تعلمون كم يدخل على أمريكا في كل يوم من ما يدخله الناس من هذه السموم؟ بالمليارات كل يوم أيها الإخوة. هذه المليارات إلى أين تذهب؟ إلى أعدائكم ليذبحوكم بهذه الأموال أسلحة إخوانكم. نعم، فما دمتم تبحثون عن باب من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا الباب مفتح. أدوا واجبكم بكل معنى الكلمة، ونبهوا إخوانكم. وأنا أقول هذا الكلام لا للمسلمين فقط، لغير المسلمين. يعني الآن المصيبة أيها الإخوة تطحن مشاعر المسلمين الملتزمين وغير الملتزمين. في ناس غير ملتزمين لكن إنسانيتهم نقضة، إنسانيتهم تغلي بين جوانحهم. أدعوهم، وربما جعل الله لهم من ذلك سببا من أسباب الاصطلاح معه، يصطلحون مع الله على هذا الطريق. نعم، قولوا لهم، نعم، نبهوهم جميعا، المسلم وغير المسلم، المسلم الملتزم وغير المسلم الملتزم، كلنا ينبغي أن نكون في هذا الخندق الجهادي، كلنا ينبغي أن نكون في هذا الخندق الجهادي. واعلموا أننا إذا ثبتنا على هذا النهج وصرنا جادين في هذا النهج فلسوف تنهار أمريكا، تنهار بفاعلية من عند الله عندما يجد إخلاص المخلصين في هذا الجهاد الذي أمرهم به الله. باب مفتوح نميته، الباب الآخر مغلق ننتظر إلى أن يفتح. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تملكه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرر من إلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، بل عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب أنت القائل، قل كل من يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك استجابة دعائنا، شاكلتك التفريج لكروبنا. نسألك اللهم بشاكلتك هذه، شاكلة الرحمة التي عرفت بها، شاكلة النصر الذي نصرت به عبادك الصالحين، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها جميعا. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هاجم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء دينك، انزل جامع غضبك، اسقط سياط عذابك ومقتك على
عبادك الطغاة من أمريكا وزيولهم ومن تبعهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الإدارة الأمريكية أعلنت حربها عليك وعلى دينك، وأنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت الذي أهلكت عادا الأولى، أنت الذي أهلكت ثمود، أنت الذي أهلكت الطغاة من قوم لوط، أنت الذي أهلكت أولئك الطغاة كلهم يا رب العالمين، وحدثتنا عن إهلاكك له في محكم كتابك، وأنت القائل أكفاركم خير من أولئكم. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تهلك هؤلاء الكفار كما أهلكت أعداء دينك من قبل. أرنا اللهم خارقة من خوارق نصرك، أرنا اللهم خارقة من خوارق تأييدك يا رب العالمين. عبادك ينتظرون فرجك، عبادك ينتظرون استجابتك لدعائك. اللهم إنك تعلم أن اليهود ينتصرون بأمريكا، وأنت تعلم أن عبادك المؤمنين المستضعفين ينتصرون بك، يهتفون باسمك، يكبرونك، يستنزلون النصر من عندك. فلا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخذلهم يا مولانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه أن تستجيب الساعة دعائنا. يا من يرانا ولا نراك، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم ما نخفي وما نعلن، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك بصفاتك الأسمى ولأسمائك الحسنى ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب